اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. واو 11، يعني خاتم جديد بلينكت، اللي هو بيقعد بقى زي ما انتم شايفين كده بينور ويطفي. ايموجي، الله، اللي هو الايموشنز اللي بتطلع، في واحد على شكل هارتس، واحد بيدي بوس اهو، وكان بيتفعصوا كده بيداس عليهم، شكلهم لذيذ قوي. بصوا اللي بيضحك، ممكن احنا نستخدمهم بقى في حفله. بصوا ده بيدي بوس ده بيضحك، هتكون جامدة جدا. وكمان حلو قوي انه 11 قطعة، زي ما انتوا شايفين 11 خاتم مرة واحدة، وكلهم عاملين بقى ايه، بينوروا ويدفوا. وكمان بصوا ده فيه شكل البوسة وفي شكل الهارت، شكلهم جميل قوي قوي قوي. ممكن بقى احنا نلبسهم في صباعنا كده، طبعا عشان صباعي تخين شوية. بصوا بقى شكلهم جميل ازاي. ممكن نعمل بقى حفلة عندنا في البيت ونلبس كل المعازيم الايه، الخاتم الفظيع ده. بس المشكله للاسف ان هو ما بياخدش بطاريات، فالبطاريه بتاعته لما بتخلص خلاص يعني بيخلص خالص، ما ينفعش ان احنا نرجعه تاني. انا عامه شايفه ان هو شكله فعلا جامد جدا ومعجبه بيه قوي. بص بقى قفلت لكم النور، تحس انه عامل زي التسكو. ممكن بقى نعزم صحابنا زي ما قلت لكم، ونقفل بقى النور ونعمل بقى كاننا في حفله دي جي، وكلهم بقى يبقوا لابسين الخواتم، او نعملها في الجنينه او على البول، ونقعد بقى نرقص واحنا لابسين الخواتم الفظيعه دي في عيد ميلاد اطفال او كده. اشوف ان هي هتكون فكره حلوه قوي، كمان مبتكره ولذيذه قوي ومبهجه. فشايفه ان هي ايه، لما نوزع على اصحابنا 11 واحد في عيد ميلاد مثلا، هتبقى فكره حلوه جدا ان احنا نفاجئ كل اصحابنا وينبسطوا بيها. هي بصوا ممكن نلبسها في اي صباع بيبقى شكلهم حلو. ممكن اجربها لكم بقى على الخمس صوابع بتوعي، ومصنوعه كده من الرابر، فهي مش يعني تبقى ناعمه جدا، مطاط فمطاطيه كده شويه، فمتبقاش فيها اي مشكله. الله، بصوا لبست الخمسة. ممكن البس بقى الباقي في الصوابع التانية واوريكوا بقى ايدي كلها، تحسوا ان هي فظيعة. بصوا الله، بصوا جامدة ازاي. حطيت كده بقى ايه في العشر صوابع كل الايه الخواتم. بصوا بقى ده هنا شكله جامد قوي، مطلع لسانه بره، ده فظيع. واو، بص بقى كلهم الخمسه شكلهم جامد ازاي، العشرة قصدي بعد ما لبستهم. قولي بقى في الكومنتات رايكم فيهم، اتمنى ان هم يكونوا عجبوكم. طبعا كتر حب الاطفال هنجيب لكم لعب تانية كتير حلوه قوي. بينزلوا انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.